اهلا بحضراتكم من جديد، بجد تحيه بحضراتكم وبضيوفي الكابتن محمد فخري والكابتن زياد طارق. كابتن فخري قول لي بقى، كابتن عمرو انور يعني مركز جديد بتلعب فيه في مع فريق الشباب. كابتن عمرو السنه اللي فاتت انا كنت بلعب معاه رقم 10 صانع العاب، اوقات كنت بلعب هاف شمال هاف ليفت، بس السنه دي علشان في اوقات معانا كان بينزل محمد محمود، اوقات زياد معانا على طول، فعايز استفيد بيكم كلكم في الملعب. بالظبط فكان بينزلنا انا يا اما رقم 6 يا اما رقم 8 ومحمد محمود رقم 10، بس غير كده بكون بلعب معاه على طول يعني تحت راس الحربه. محمد فخري ما شاء الله مميز، وانا شايف دلوقتي بالتسديدات خارج ال 18 وكمان الركلات الثابته والتسديد، شفنا مباراه الاسماعيلي كمان تسديده ده من تحت الحيطه، دي من تحت الحيطه. حلو قوي، جون حلو، في ذكاء. هي الفكره عشان كانت قريبه من ال 18، فان الحيطه لو نطت فخلاص. يعني خدتها من مين دي؟ دي كان كريستيانو، كان في بايرن ميونخ، كان جاب جون كده في دوري الابطال، فكانت نفس الكلام كده. حلو، هدف من الاهداف الحلوه طبعا، غير بعيد عن ستايلي وستايله بس.